السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نشوفوا فيه مع بعضياتنا طريقة عمل هذا الدرس هذا. فغادي نخدموا معكم بجوجة الألوان. هنا خدمت غير بالحرير العادي ديال الصابرة مبروم على 3 ديال الشعرات، ورقم البرا هو 6 أو ممكن تستعملوا 5. المهم كتبتي الخيط في التوب، ومن بعد دابا خدمت 3 ديال الغرزات وهذه الرابعة. لاحظوا معايا مزيان، الخيط دائما كيكون الفوق، وترجعي تكملي الغرزة الخامسة. الآن هبطت الخيط لتحت بهذا الشكل. حاولوا أنكم تركزوا معايا على الاتجاهات ديال الخيط. دابا رجعت في هذه الغرزة ودرت هذه الغرزة الأولى، طلعت الخيط الفوق وغادي نرجع فيها، وغادي نخدم هاد الغريزة هادي. لاحظوا معايا، من بعد كتطلع الخيط الفوق وترجعي للتوب وتخدمي هاد الغرزة هادي بهاد الشكل. الآن غادي تهبطي الخيط لتحت وتحاولي ترجعي فيها وديري هاد الغرزة الثانية بهاد الشكل، وتعاودي تهبطي الخيط لتحت وتمشي لهاد الغرزة هادي. هنا بحال غادي نخدمو واحد المثلث او هرم بهاد الشكل، ومن بعد غادي نثبتو فيه عقيقة. فلاحظي معايا مزيان، دابا غادي نرجع في هاد الغرزة هادي وغادي ندير هاد الغرزة اللي في الراس. الان الخيط الفوق، وغادي نخدم تاني غرزة بهذا الشكل، طلعي الخيط الفوق ورجعي خدمي في التوب. والآن تشكل عندنا هذا الشكل ديال الهرم. ودابا غادي نرجع نعاود نطلع، غادي نخدم هذه الغرزة الأولى ونهبط الخيط لتحت ونخدم بطبيعة الحال الغرزة الثانية. الآن عوض فاش نخدمو هذيك الغرزة الثالثة، غادي نركب العقيقه بعدا هي الاولى بهذا الشكل. المهم شوفوا نتوما النوع ديال العقيق اللي غادي نخدموا به، يستحسن انه يكون الحجم ديالو صغير. انا خدمت هنا غير بالعقيق ديال الخيط، 5 دراهم الخيط، هذا هو اللي خدمت به. المهم كترجعي تثبتي هاد العقيقه هنا، زيروها مزيان بهذا الشكل في الراس ديال هاد الهرم، وغادي تعاودي ترجعي تخدمي اسفل هذاك الخيط اللي فيه العقيقة، يعني ما تخدميش لتحت، تبتي بعدا العقيقة هي الأولى عاد رجعي هبطي. ودابا غادي نمشي نخدم في هاد الغرزة هادي، هادي الغرزة الثانية. ودابا غادي نمشيو لهاد الثالثة اللي هي الأخيرة. فهذا هو الشكل، هو غير هرم وفي الراس ديالو كديري هاد العقيقة هادي. دابا غادا تطلعي الخيط الفوق وترجعي تخدمي في التوب وغديري هاد الغرزة هادي. لاحظوا معايا مزيان، دابا خدمت الغرزة الأولى وغادي نمشي حداها وندير الغرزة الثانية. من بعد غادا تهبطي الخيط لتحت وتخلي هاديك الغرزة الأولى بحالا غادا مهم تقريبا هذه هي الغرزة الأولى، هذه هي الأولى في الهرم، يعني في الهرم هذه هي الأولى. هنا حاولوا تركزوا مزيان، هنا أنا ما غاديش نحبك، غادي ندير غرزات. هذاك الشيء علاش طلعت الخيط الفوق، الخيط غادي يجي الفوق ماشي لتحت. حاولوا هنا تثبتوا مزيان باش تقدروا أنكم تجيكم الخدمة مقادة. هاد الفراغات هادو اللي غادي نخدمهم معاكم دابا ما غاديش نخدموهم عبارة على حبكات غادي نعمروهم، هما لا هما غرازي. فغادي ديري هاد الشكل هنا، حاولوا تزيروا شوية الخيط ماشي إشكال، وطلعوا الخيط خليوه الفوق يكون في الاتجاه العلوي الفوق، وديروا هاد الغرزة الأولى. ودابا غادي تجي حداها وديري الغرزة الثانية كيف ما كتلاحظوا معايا. الان هبطي الخيط لتحت،
الاتجاهات ديال الخيط مهمين بزاف، وغدا تجي على هذاك القوس اللي كنا درناه داير بالعقيقه، غتجي وغدا دير تبتي الخيط هنا، ومن بعد غدا تعاودي نفس الحاجه. فغادي ندير الغرزه الاولى، دائما الخيط تيكون الفوق، ونرجع حداها ونخدم الغرزه الثانيه بهذا الشكل. دابا غتهبطي الخيط لتحت وترجعي اسفل هذا القوس هذا. لاحظتوا معايا هذا هو رابع فراغ، نقولوا فراغ مهم. فالان غدا نرجع ونخدم فيها الغرزه الاولى، والغرزه الثانيه. المهم نتوما غادي تستمروا حتى تخدموا. لاحظوا معايا مزيان. فالان خدمت 8 ديال هاد الخيوطه هادو اللي دايرين او لهاد الفراغات، وغادي نزيد. هذا هو الفراغ التاسع، لاحظوا معايا الفراغ التاسع كديروه في الغرزه اللي كنا كنبنيو بها هذاك الهرم، فديك الغريزه الثانيه. المهم نفس الطريقه، كديري هنا غرزه الاولى وهذه الغرزه الثانيه. من بعد غادي تمشي لهذيك الغرزه الاولى اللي كنا درناها فاش كنا كنصايبو في هذاك الهرم ولا المثلث، كترجعي تخدمي فيها وديري هاد الخويط هذا وترجعي تعمريه. لاحظوا معايا مزيان، هذه الغرزه الاولى، ونمشي حداها ونخدم الغرزه الثانيه. ممكن انكم تستعملوا عدد اكبر او اصغر من هذا العدد. المهم انا مشيت خدمت يعني على حساب الخيط اللي عندي، فاعطاتني هذا العدد. هنا غتمشي لهذيك الغرزه اللي حداها وتثبتي فيها بهذا الشكل. لاحظوا معايا مزيان عدد الفراغات. المهم عطاتني 10 ديال الفراغات ولا 10 هذوك الخيوط اللي دايرين بهذا الدرس، وممكن انكم ديروا 11، ولكن 10 بانت ليا كافيه. اللي غتستعمل 11 يمكن تحتاجها الى خدمات بالحرير المبروم. الا خدمتوا بالحرير العادي 10 يعني مزيانه، غادي يجيكم الشكل هو هذاك ومقاد. هنا كتمشي ديري غرزه في هذيك الاولى اللي كنا خدمنا، ومن بعد غدا ترجعي تحبكي في كل فراغ 3 ديال الحبكات. خدمنا 3 الحبكات في الفراغ الاول، ودابا غادي نرجع وندير 3 الحبكات في الفراغ الثاني بهذا الشكل هذا. المهم هاد الدرس راه ساهل، هو فيه شويه ديال الخدمه، يعني ما غاديش نقول لكم باللي تيطلع بالزربه وداكشي، فيه شويه الخدمه، تيشد شويه اليد، ولكن المنظر ديالو زوين، و الى عجبكم راكم تقدروا تخدموا. ممكن المهم درنا 3 الحبكات في كل فراغ، وفي النهايه كيجي هذا الشكل. من بعد درت الغرزه الاولى في الثوب وهذه الثانيه. الان حسبوا معايا عدد الغرزات، وهذه الغرزه الثالثه، ورابع غرزه، ومن بعد نمشيو اللي حداها ونديروا الغرزه الخامسه. 5 ديال الغرازي، وغادا تهبطي الخيط لتحت وترجعي في هذيك الخامسه وديري فيها هاد الغرزه هذه. الان غادي نرجعوا نبداو نبنيو في هذاك الهرم اللي كنا درناه سابقا او للمثلث. المهم انا هنا خدمت حتى وصلت للمستوى ديال هاد العقيقه هذه. ففي الراس ديال هاد الهرم كتجيبي العقيقه اللي غادي تخدمي بها وترجعي تثبتيها في هاد الغرزه هذه بهذا الشكل. هنا حاولوا تثبتوا هاد العقيقه مزيان، ومن بعد غدا تعاودي ترجعي ديري واحد القوس فوق من هاد العقيقه هذه، فكتخدمي اسفل هذاك الخيط اللي كنتي شديتي به العقيق. وعاد من بعد كنمشيو لهاد الغرزه ديال الهرم وكديري الغرزه الاولى، ودابا تمشي هنا وديري الغرزه الثانيه. لاحظوا معايا مزيان، هذه الغرزه الثانيه، ومن بعد كتطلعي الخيط الفوق وترجعي للثوب وديري الغرزه الاولى، وتمشي حداها في الثوب وتخدمي الغرزه الثانيه. الان غادي نبداو نديرو هذوك الفراغات اللي دايرين بهذا الدرس.
كتمشي لهذيك الغرزة الأولى اللي في الهرم وكتحاولي تديري بحال هاد القوس هذا. من بعد غادا تعمريه بجوج ديال الغرزات كيف ما قلت لكم في الدرس اللي قبل من هذا، دائما ركزوا على الاتجاهات ديال الخيط. ففي البداية فاش كديري القوس كيكون الخيط لتحت، ملي كتبغي تعمريه كتطلعي الخيط لفوق بهذا الشكل هذا، وغديري الغرزة الأولى وتخلي الخيط لفوق وترجعي ديري الغرزة الثانية. فهذا هو الشكل. المهم دابا نتوما غادي تستمروا بنفس الطريقة حتى تكملوا الدرس اللي عندكم. المهم أنا هنا كملت 10 ديال الفراغات ولا الأقواس، وغادا ترجعي في هاد الغرزة هذه وتحاولي تخلي واحد شوية ديال الفراغ باش يجيك الشكل يعني مقاد بهذه الطريقة. ومن بعد غتمشي الغرزة اللي حداها وتعاودي تثبتي فيها الخيط، ومن بعد غادي نرجعوا لهذوك الفراغات ونعمروهم بالحبكة. كل فراغ كديري فيه 3 ديال الحبكات، وما انا خدمت بثلاثة جاتني مزيانة يعني بانت ليا هي هذيك، ما عرفتش يعني واش تقدر تصدق بجوج، ولكن 3 بانت ليا مزيانة. وحتى الوقت اللي خدمت فيه هذيك الدرس ديال الواحد هو اللي غادي نديرو داير بهاد الدرس هذا، حتى هو بقيت غادا يعني ميزان وغادا هذاك الشيء مقاد. المهم خدمت معاكم هنا غير 3 الاشكال باش تقدروا انكم تشوفوا الدرس كيفاش كيطلع. اللي زوين في هاد الدرس انكم غتخدموا بلون واحد حتى تكملوا عاد ترجعوا ديروا غير الدرس ديال الواحد. الان غادي نثبت الخيط في هاد الغرزه الاولى اللي كنت خليتها. ممكن انكم تستعملوا لون واحد ولكن جوج كيعطيو منظر افضل. فكما قلت لكم الحرير مبروم على 3 ديال الشعرات. هنا ركزوا معايا مزيان، فغادي ندير هاد الغرزه هذه في الحبكه الاولى وغادي نعاود نهبط الخيط لتحت ونرجع فيها ونلوي الخيط جوج ديال المرات ونطلع الابره بهذا الشكل. اللي غادا تخدم بالحرير المبروم ممكن انها دير 3 اللويات، هذاك الشيء كيبقى اختياري وعلى حساب كل وحده والخيط اللي غادا تخدم به. المهم رجعنا فيها بحبكه وطلعنا الخيط الفوق. هنا غادي تخليو حبكه وتخدموا في الثانيه، هذا هو القاعده اللي غتبقاو غاديين بها، ديما خليو حبكه وخدموا في اللي حداها. دابا هبطنا الخيط لتحت ورجعنا فيها ولوينا الخيط جوج المرات بهذا الشكل. دابا غادا تهبطي الخيط لتحت وترجعي ديري حبكه على هاد الدرس ديال الواحد. دابا تخلي الخيط الفوق وتخلي حبكه وتمشي للحبكه الثانيه. فهنا الخدمه سهله يعني غير هاد الدرس ديال الواحد غتبقاو غاديين به حتى توصلوا للاخر. فاش توصلوا لاخر وحده غتخدموها بهذا الشكل. هنا ركزوا معايا مزيان، خدمنا اخر وحده غتمشي مباشره ما تضربيش في الدرس، غتمشي لهذيك الغرزه الوسطانيه اللي بقات لينا ما بين كل درس ودرس. انا خليت هاد الغرزه الوسطانيه باش تبقى تعطيني فاصل ما بين كل درس واللي حداه. دابا غتمشي لهذيك الحبكه الاولى وتخدمي فيها الدرس ديال الواحد بهذا الشكل هذا، تعاودي ترجعي فيها وتلوي الخيط جوج المرات وتجريه بهذا الشكل. حاولوا هنا تزيروا ليدكم وكترجعي فيها بحبكه واحده. اللي بغات تخدم بجوج الحبكات يعني ممكن، ولكن بان لي الدرس كبير بما يكفي فلا داعي انني ندير جوج الحبكات، حبكه واحده هي كافيه الا اذا كنتو خدامين بالحرير مبروم وجاكم الدرس الحجم ديالو صغير ممكن ديروا جوج الحبكات في هذيك الحاله. اما بالنسبه لهاد النوع ديال الحرير اصلا كيعطيك الحجم كبير يعني ما مضطراش انك ديري جوج الحبكات. فهذا هو الشكل ديال الدرس ديالنا لهذا اليوم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ونخدموا مع بعضياتنا خدمه جديده.
شكرا للمشاهدة، شكرا للمتابعة، وشكرا لكل واحدة كتكتب لي تعليق جميل. وكنعتذر على التعاليق اللي ما كنجاوبش عليهم، راني ما شفتهمش، ونظرا لضيق الوقت كنحاول نجاوب على اللي قدرت عليه. مهم، شكرا لكم كاملين، شكرا للمشاهدة وللمتابعة.